تحية طيبة لكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا تقرير الاقتصاد المفصل. كشف وزير الماء والكهرباء الكويتي بخيت الرشيدي عن اقتراب الكويت والعراق من إبرام الاتفاق النهائي لاستيراد الغاز العراقي، وقال الرشيدي أن الاتفاق النهائي سيبرم في شهر نيسان المقبل تزامنا مع زيارة المرتقبة لوزير النفط في العراق إلى الكويت. وأوضح الرشيدي أن العراق يعد بوابة الكويت إلى أوروبا، لذا نبحث معه ليكون هناك ربط كهربائي كنقطة أولى، ثم إلى تركيا، ومن بعدها الربط مع أوروبا والشبكة الكهربائية العالمية. أفادت مصادر صحفية بأن العراق يستثني منتجات نفطية ثانوية من إيرادات شركات النفط الأجنبية في العقود الجديدة المتوقع منحها في حزيران. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بوزارة النفط أن العراق سيستثني منتجات نفطية ثانوية كغاز البترول المسال والغاز الجاف. وأضافت الوكالة أن القرار يعني عمليا خفض رسوم الشركات من الإنتاج، مبينة أن منتجي النفط في العراق يتلقون حاليا رسوما من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج. أعلنت شركة شيل النفطية عن موافقتها لبيع كامل حصتها في حقل غرب القرن الأول والبالغة 19.6% مقابل 406 ملايين دولار إلى شركة فرعية تابعة لشركة إيتج اليابانية. ووفقا لموقع الشركة، فإن المشتري سيتحمل أيضا قيمة الدين البالغة 144 مليون دولار كجزء من الصفقة. من جانبه قال مدير شركة شيل أندي براون إن الشركة ما تزال ملتزمة بالعمل مع شركائها لإعادة تطوير البنية التحتية للطاقة في العراق من خلال الحصول على الغاز المصاحب في مشروع مشترك لشركة غاز البصرة بهدف الاستهلاك المحلي والإقليمي. أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة عن تحديدها لضوابط جديدة بهدف استلام الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين خلال الموسم التسويقي المقبل. ووفقا لبيان الوزارة، فإن شركة الحبوب حددت استلام الحنطة من المسوق شخصيا، كما وجهت الشركة بضرورة التعامل مع الحالات الخاصة للمسوقين والمزارعين من كبار السن باعتماد الوكالة الرسمية الصادرة من كاتب العدل بتسليم الحاصل فقط لدرجة القرابة الثالثة. أما في حالة الوفاة فيتطلب إبراز القسم الشرعي من قبل ذوي المتوفي. أصدرت هيئة المنافذ الحدودية بياناً بشأن منفذ سيرتك الحدودي في السليمانية، مؤكدة أن لجنة زارت المنفذ وستقدم تقريرها المفصل بشأن الجدوى الاقتصادية له. وقالت الهيئة أن لجنة من المنافذ الحدودية قامت بزيارة منفذ سيرتك الحدودي في محافظة السليمانية بغية الاطلاع على آلية العمل والقوانين والتعليمات والتشريعات المطبقة على إرساليات التصدير والاستيراد، وكذلك معاينة البنى التحتية المتوفرة واجدة في المنفذ. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق الوجبة الأولى من أسماء المشمولين ببرامج الإقراض الممنوحة من قبلها. وقال المتحدث باسم الوزارة إن دائرة التشغيل والقروض أكملت جميع الإجراءات الإدارية والمالية لإطلاق الوجبة الأولى من القروض الصغيرة المدرة للدخل للمشمولين بها ممن تقدموا للحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأضاف المتحدث أن مبلغ القرض الممنوح يتراوح ما بين 5 ملايين و10 ملايين دينار عراقي تسدد على شكل أقساط سنوية لمدة 5 أعوام، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء مطلع شهر نيسان المقبل. أما الآن مشاهدينا فنتابع أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
كان هذا كل ما لدينا في التقرير الاقتصادي. أشكركم لطيب المتابعة ونعود للزملاء في قسم الأخبار. إلى اللقاء.